طبعاً 500,000 بطاقة على مدار شهر سبتمبر بيتم توزيعهم. نسبة الأسر إجماليها حوالي 5.2 مليون أسرة. نعم. بتاخد طبعاً الدعم النقدي زيد من 19 مليار. أيوه. في إبريل وصل ل 22 مليار بعد 450,000 أسرة. لأن إحنا اللي إحنا بنزوده دلوقتي رقم كبير، يعني غير اللي سيادة الرئيس وجه بيه في إبريل اللي هو أول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. نعم. زود وجه ب 450,000 أسرة. صحيح. زائد النهاردة بنتكلم في مليون أسرة، يعني حوالي زدنا 1,500,000 أسرة بإجمالي 6 مليار جنيه أكثر من الموازنة اللي كانت موضوعة في الأول. أيوة. فزدنا من 19 مليار ل 25. ده فيما يخص الدعم النقدي. نعم. فيما يخص بقى ال 100 جنيه ده هيبدأ من بكرة على مدار سبتمبر. بالضبط. بنبتديها تدريجي لأن دول حوالي 5 مليون أسرة منهم 4.61 بيبقوا دلوقتي 5.2 مليون أسرة بعد الإضافة. بعد الإضافة. نعم. في أسر مستفيدة بقى من ال 100 جنيه زيادة لمدة 6 أشهر، ودي استثنائية، يعني بتوع تكافل الكرامة هيستمروا على طول، لكن الاستثنائية هي ال 100 جنيه دول اللي هم لمدة 6 شهور يا ست الوزير. بالظبط. ل 8,110,000 أسرة. نعم. بإجمالي حوالي 8.5 مليار جنيه. الحزمة دي بتتوزع بنستهدف فيها أصحاب المعاشات اللي أقل من 2500 جنيه. بنستهدف فيها أسر تكافل وكرامة، وبنستهدف فيها أيضا العاملين، يعني أصحاب المعاشات اللي أقل من 2500 جنيه. من 2500 جنيه من بكرة اللي هيحصل بياخدوا 100 جنيه زيادة. بالإضافة للمعاش، المعاش هتلاقيه نزل وعليه 100 جنيه في الأيام القادمة. تمام. وبننوه برضو للسادة المواطنين ان ال 100 جنيه ديت مش زياده في قيمه المعاش، حتى لا يساء الفهم ان المعاش زاد 100 جنيه، لا، ال 100 جنيه حزمه استثنائيه لمده 6 اشهر فقط، ويرجع بعد كده يعني بنستشرف بقى الفتره اللي بعديها طبق لتوجيهات القياده السياسيه. نعم نعم. ولو فرجت والدنيا اتفكت هتبقى فله إن شاء الله. الله نستبشر الخير نجد بأمر الله. وفي أيضا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. أيوة. اللي بيحصل على مرتب شهري أقل من 2700 جنيه برضو بياخد قبض شهر سبتمبر، هيزيد مرتبه 100 جنيه. بالضبط، من أول سبتمبر لغاية مدة 6 أشهر. نعم. أنا لسه جاية من عند لقاء من عند معالي وزير التموين على كن. نعم. ومعنا طبعا الأجهزة الدولة كلها المعنية والتحالف. نعم. الوطني، علشان بنستعد لبكرة وعلى مدار الشهر. أيوة. كل وزارة معنية في حزمة الحماية الاجتماعية، التضامن الاجتماعي، التموين، التحالف الوطني والجهات الإدارية بتساعدنا في الدولة، وطبعا بإشراف من دولة رئيس مجلس الوزراء. نعم. فإحنا يعني الوحدات الاجتماعية والجمعيات الأهلية الشريكة موجودين على المستوى الميداني لتلاقي أي شكاوى أو تظلمات. ايضا عندنا المنظومه الالكترونيه لتلقي الشكاوى بتاعتنا في تكافل وكرامه مستمره. وبالتوازي كمان بنبدا في نفس الوقت في استقبال الاعاقات الشديده، علشان نبتدي بنبدا الاعاقات الشديده كلهم متضمنين معانا